ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سجود السهو. سجود السهو، سجود السهو أي يسجد جزاك الله خيرا. سجود السهو أي السجود الذي كان من أجل السهو في صلاته، سهى. فأسباب سجود السهو ثلاثة. أسباب سجود السهو كم؟ ثلاثة: زيادة ونقص وشك. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك، زيادة ونقص وشك. إذا زاد في صلاته سهوا فالصلاة صحيحة، لكن متى ما انتبه لابد أن يقطع هذه الزيادة، وإلا فالصلاة باطلة. إذا زاد في الصلاة ناسيا فالصلاة صحيحة، لكن يجب عليه متى تنبه أنه زاد أن يوقف هذه الزيادة، وإلا بطلت الصلاة. مثال: في صلاة الظهر قام إلى الخامسة وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تنبه الآن هنا أنه في الخامسة، ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة يجلس. لو قال الرحمن الرحيم هنا زاد يعني وبدأ يقرأ بطلت الصلاة، لأنه في الأول كان ساهي وهنا متعمد الزيادة. يرجع مباشرة إلى التشهد، إن كان قد قرأ التشهد الحمد لله يسلم، وإن لم يقرأ يتشهد ثم يسلم. طيب، هذه الزيادة. الثاني زيادة ونقص. الثاني النقص، ترك شيء في الصلاة سهوا. ننظر ماذا ترك. ترك ركن من أركان الصلاة، ترك ركن من أركان الصلاة، إذن الصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن. كل شيء، كل شيء وقع منه بعد ترك الركن فقد وقع في غير موضعه، إذن لاغي. مثاله: هذا الأخ يصلي صلاة الظهر، في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. إذا هذا معناه أن الركعة الثانية والركعة الثالثة هذه لاغية، يرجع إلى الركعة الأولى يقرأ الفاتحة، يتم الأولى ثم الثانية وتشهد ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسجد للسهو. كل شيء بعد ترك الركن لاغي، يرجع إلى الركن ويأتي به وبما بعده. هذا في ترك الركن. الثاني ترك الواجب. التشهد الأول مثلا قام ولم يتشهد التشهد الأول وتذكر بعد أن قام، ماذا يصنع؟ ننظر، متعمد الصلاة باطلة، ناسي فالصلاة صحيحة، ترك واجب من واجبات الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يرجع يجلس، يكمل الصلاة ويسجد للسهو. هذا ترك لماذا؟ للواجبات. أما ترك السنة لا يبطل الصلاة، لكن ينقص من أجر الصلاة. إذن زيادة ونقص. الثالث شك. لدينا قاعدة، أو في الأول نذكر أقسام الشك.
الشك ينقسم إلى قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. إذن أقسام الشك كم؟ على قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو كان الشك 99.9%. مثاله هذا الأخ الآن صلى ركعتين سنة المغرب، والآن قال أشك في الركعة الثانية، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ انتهت الصلاة؟ انتهت الصلاة، وهذا الشك، قال شك قوي، نقول لا تلتفت إليه. لو رجع وصلى فهو آثم، كبر تكبيرة الإحرام ثم شك في وضوئه، لو خرج لهذا الشك فهو آثم. توضأ ودخل المسجد ثم أخذ يمسك في رأسه، يقول والله ما أدري هل مسحت على رأسي أم لا. انتهى الوضوء، لو رجع وتوضأ مرة أخرى فهو آثم. هذا فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لا تلتفت إلى الشك إطلاقا، لأنه لو تفتح هذا الباب لا يغلق عليك، نسأل الله السلامة والعافية. قال يا إمام، جاء لابن عقيل، ابن عقيل إمام، وقال يا إمام إن انغمس في اليم، يدخل داخل البحر أو داخل النهر أو داخل إناء، يدخل انغمس في اليم ثم أخرج وأظن أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك. قال ولما؟ لماذا لا صلاة عليك؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم، مجنون. اسمع إلى فقه الإمام هذا، خيروا بين ترك الوساوس أو ترك الصلاة، تختار ترك الصلاة ما يمكن، تختار ترك الوساوس. هذا الذي وسوس يوسوس، أيقظ زوجته في آخر الليل قال لها قومي، قالت ماذا؟ قال والله أنا أشك، وشك قوي جدا في أنني تلفظت بطلاقك. تقول لا 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 ما بقي إلا هذا. قال اسمعي، أريد أن أدفع الشك باليقين، أنت طالق والحمد لله. أدعو الله أقول الحمد لله الذي عفاني. إذن جاءت الشريعة لقطع الوساوس الشكوك، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. طاف حول البيت 7 أشواط ثم خرج إلى الصفا، عندما دنا من الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، شك هل طاف 7 أشواط أو 6 أو 5، يرجع آثم 7 أشواط، إلا إذا تيقن 100% يرجع، وإلا فلا. إذن الشك ينقسم إلى قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا في كل العبادات، في داخل العبادة ينقسم الشك أيضا إلى قسمين، أعانكم الله على التقسيم. في داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، قليل الشكوك كثير الشكوك. هذا يقول لي دائما عندما أصلي ركعتين أشك في الركعة الثانية، هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ دائما أسجد للسهو، دائما قاعدة مضطردة عندي. نقول أنت كثير الشكوك، ما تسجد للسهو، تعتبر دائما كم سجدة؟ سجدتين. قال أخاف صلاتي باطلة، نقول له لو فعلت شيء فأنت آثم،
اترك الوساوس كلها والحمد لله رب العالمين. قليل الشكوك هذا القسم الثاني، ماذا يصنع؟ يبني على ما ترجح لديه، شك في صلاة الظهر هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات، يغلب على الظن قال أنها 4 إذن يجعلها 4 ويسجد للسهو، يغلب على الظن على أنها 3 يجعلها 3 ويسجد للسهو. الحسن ذهبت ولا بقي قليل؟ الحمد لله. إذا خليك واقف. استوى الأمران، قال لم يترجح لدي شيء، إذن هنا يبني على الأقل، مفهوم؟ قال والله استوى الماء والخشبة لا أدري أيهما أرجح، 3 أو 4 ركعات، يجعلها 3 ركعات، هذا سجود السهو. إذن أسباب سجود السهو 3: زيادة ونقص وشك. الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، لكن متى تيقن أنه قد زاد يرجع ويقطع الزيادة. النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن. الشك ينقسم إلى قسمين: خارج العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، أي بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، وداخل العبادة ينقسم إلى قسمين: قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل، كثير الشكوك لا يلتفت إليه، مفهوم؟ اجلس. سجود السهو، أقسام السجود 3: سجود السهو، وسجود التلاوة، وسجود الشكر. سجود التلاوة مر بآية فيها سجدة، يسجد، يكبر، لا، يسلم بعد السجدة، لا. إذا سجد الإمام نسجد ولا بد. الآن نستمع مثلا إلى الشيخ وهو يقرأ هنا في هذا المجلس في خارج الصلاة، وقرأ آية فيها سجدة وسجد، نسجد، مفهوم؟ طيب ماذا يقول في سجود التلاوة، في سجود الشكر، في سجود السهو؟ وجوبا لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. طيب هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. سجود الشكر يسجد لله شكرا إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. تجددت، نعم النعم لا تعد ولا تحصى، لكن إذا تجددت له نعمة، يعني استيقظ وقام وصلى الفجر يسجد للسهو، لا، هذه نعم تتكرر دائما. لكن الصديق رضي الله عنه عندما جاءه الخبر بقتل مسيلمة سجد لله شكرا. نعم إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم. طيب من يذكر لي الحركات في الصلاة؟ أخذنا في الدروس المهمة أن الحركات في الصلاة 5 تندرج تحت الأحكام التكليفية 5: حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. حركة محرمة ومكروهة ومباحة ومستحبة وواجبة. الحركة المحرمة الأكل والشرب والضحك والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة جدا
متتابعة لغير حاجة، وهو يصلي يخرج الجوال من جيبه ثم ينظر ويقرأ الرسائل، تنظر إليه كأنه غير مصلي أصلا. حتى البعض هدانا الله إياه يعني يدق الجوال يخرج الجوال، الله أكبر. الله أخواننا إلى هذه الدرجة، يعني مهم جدا الاتصال لديه. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الالتفات الكثير عن القبلة، يعني تجه القبلة الآن، هذه قبلة المسجد، فماذا يصنع؟ اتجه لذاك الاتجاه هناك، هكذا التفات الكثير عن القبلة، التفات يسير مكروه، التفات كثير محرم. رافع البصر إلى السماء محرم، حركة محرمة. هذه الحركات الأكل يضع سندويش في يده اليمنى والعصير في يده اليسرى ويأكل ويشرب. يضحك. حركة كثيرة متوالية عرفة لغير حاجة. التفات الكثير عن القبلة. كله حركات محرمة. نعم. الكلام العمد مع العلم والذكر. يتكلم في الصلاة متعمد، ذاكر لا ناسي، عالما بأن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة. مثل هذا الآن يا أخي، أنا في الصلاة تصل بعد 5 دقائق، هذا صلاة باطل. صحيح هي باطل، كلام وعمد وعلم وذكر. خرج بهذا، ما لو تكلم ناسيا أو جاهل تحريم الكلام في الصلاة كما تكلم معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه، صحيح؟ أو تكلم لمصلحة الصلاة، أخطأ الشيخ فيقول له سبحان الله، يريد أن يسجد وهو يعني الإمام يعني لا يعرف ماذا يصنع فيقول له اسجد، يصح لأنه يعني تكلم لمصلحة الصلاة، يصح كما تكلم ذو اليدين رضي الله عنه. نعم، حركة مكروهة. تبسم في الصلاة ما شاء الله، الحركة حركة قليلة لغير حاجة، ليست بكثيرة، يعني تنظر إليه تراه مصلي لكن يتحرك قليل بغير حاجة، حركة مباحة. سقطت النظارة، نظارة الأخ وهو يصلي وخاف عليها أن تكسر أو تسرق، فماذا يصنع؟ أخذ هذه النظارة في أدنى حركة وضعها في جيبه. حركة مستحبة. الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، سد الفرج مثلا. والحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. هذا الأخ وهو يصلي تذكر أن على طاقيته نجاسة، ماذا يصنع؟ هنا حركة واجبة، ماذا يصنع؟ ينزع هذه الطاقية ويكمل الصلاة. مفهوم؟ حركة محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، واجب، هذه الحركات في الصلاة. نعم، الالتفات في الصلاة، التفات يسير مكروه، التفات كثير محرم. نعم،
تشبيك الأصابع فرقعتها، نعم، يضع اليد على الخاصرة أو هكذا، نعم. طيب يجلس ويفرش ذراعيه على الأرض وهو ساجد، أو يضع اليتيه على الأرض في الجلوس وينصب الرجلين كما يجلس الكلب.